قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي أقيم على هامش المؤتمر تحت شعار التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة. نتابع. مرحبا بسيادتك يا فندم. احنا المعرض السنة دي سيادتك كنت أمرت السنة فاتت انه يكبر شوية، عملناه 80 شركة عرضة أمام حضرتك. هو هذا هو الجزء الخاص بالمشروع القومي للتنمية البشرية، وهي ببساطة هي رحلة حياة الإنسان من قبل الولادة، منذ أن يكون جنينا في بطن أمه إلى أن يتوصل إلى مرحلة عمرية مختلفة. فيما يخص القضية السكانية أو القطاع الصحي، بنحاول إن احنا معدلات الإنجاب تنزل، وزي ما قلنا حضرتك في العرض معدل الإنجاب الكلي وصل إلى 2.5، وده أقل معدل إنجاب، مستهدفين 2.1، لكن عشان يحصل كده بنحتاج نخفض الاحتياجات الغير ملباة. يعني كل سيدة في أي محافظة تروح لعيادة أو تروح لوحدة صحية تلاقي فيه طبيبة موجودة جوه، وتلاقي فيه وسيلة آمنة وحديثة تقدر إن هي تستخدمها، ويكون عندنا توعية وأيضا وعي ثقافي من خلال الرائدات الريفيات. لو خدنا الأمور دي فقط هنقدر نحن نوصل ل2.1 بيسر في خلال السنوات القليلة القادمة. لكن مش بس كده في التنمية البشرية، احنا محتاجين في التعليم. احنا عندنا مشكلة في الالتحاق في التعليم، سواء في عندنا تسرب من التعليم خصوصا في المرحلة الإعدادية ومرحلة الثانوية. مع زميلي في وزير التربية والتعليم بنحاول نشتغل على القضاء على التسرب من التعليم، نضمن ان كل المواليد في المرحلة العمرية سن المدرسة، وبنشتغل مش بس في سن 6 سنوات، بنشتغل عشان يبقى في مرحلة اللي هي قبل الدراسة اللي هي من 4 سنين ل6 سنين. وده هيضطر ان احنا مع وزارة التضامن الاجتماعي ومع وزارة التربية والتعليم، علشان ما يبقاش في حد قاعد في البيت لحد سن 6 سنوات. لو ان كل ما الطفل بياخد مراحل من التعليم قبل مراحل الدراسة الأساسية، مستواه في الإدراك وفي التحصيل بيبقى أحسن، وده اللي احنا بنشتغل فيه. طبعا مع فكرة ان يبقى عنده 10 سنين ويعرف يقرأ ويكتب ويقدر يعمل عملية حسابية، كل دي أمور بنشتغل فيها ببرامج مع وزارة التربية والتعليم. بنتكلم مع وزارة العمل عشان تربط التعليم الفني ما بين المدارس التكنولوجية في التربية والتعليم والجامعات التكنولوجية اللي سيادتك صدقت بيها، النهاردة بنتكلم على أكثر من 12 جامعة تكنولوجية، وعلى المنصات التعليم المهني في وزارة العمل. وزارة العمل معنية انها تكون بتقدر تربط ما بين التعليم الفني في المراحل التعليم الاساسي، ثم التعليم الجامعي، ثم الخريج اللي هو محتاج يتأهل لسوق العمل. كمان بنشتغل على نماذج الحماية الاجتماعية مع وزارة التضامن الاجتماعي، علشان نقدر، وسادتك صدقت لنا على ضم فئة من تكافل وكرامة ومن أعمال التشييد والبناء إلى منظومة التأمين الصحي الشامل أو منظومة التأمين الصحي، دول حوالي 8.5 مليون، علشان نقدر نرفع من متوسط التغطية الصحية على مستوى الفئات الغير قادرة، وطبعا انخفاض معدلات البطالة بين الناس. احنا عندنا بنشتغل بمعايير دولية شايفة مصر وبتقول لنا النقاط دي لو عملتوها بيحصل تحسن في مؤشر التنمية البشرية، وده من خلال طبعا يعني مجهود مع حوالي 10 او 12 وزارة بتشتغل في نفس التوقيت. احنا عملنا طبعا بتصديق سيادتك مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية، اللي احنا اشتغلنا عليها من 17 سبتمبر منذ اطلاقها الى الان، محققة ملايين من الحالات وعلى مستوى محافظات مصر كلها. ان شاء الله نقول لسيادتك في اللقاء في المعرض التاني. توجيهات معانيك بنوطن الصناعة فعلا. احنا دلوقتي انتجنا اكتر من 100 مستحضر كان بيستورد، وفرنا من الفاتورة الاستيرادية حوالي 300 مليون دولار، كمان بنصدر من اللي فاض ب 100 مليون. احنا دلوقتي السنة دي ان شاء الله في ادوية الاورام اكتر من 76 مستحضر ان شاء الله هينزلوا السوق المصري. عاملين زي ما علي الوزير ما قال في مصنع البيولوجيكال اللي هي الادوية العالية التقنية اللي سعرها عالي جدا، ام 50,060، احنا ان شاء الله هننتجها وهتبقى اقل حوالي 40% من السعر. كمان كل وسائل تنظيم الاسرة احنا وفرناها محليا وب 40% من السعر، فاحنا يعني بتعليمات فخامتك. تعليمات، احنا عايزين الجودة اللي تخلي الناس. والله يا فندم اعلى جودة، بصدر ل 80 دولة وهم بيجوا يراجعوا علينا واكسبت كل منتجاتنا. وبتوجيهات معاليك فندم، شرفتنا فندم.
الهيئة العربية للصناعي يا فندم الحقيقة بنشتغل معاها بشكل كبير، سواء بتوطين ايضا الصناعات المفاصل الصناعيه بتوجيه من سيادتك ان احنا يبقى فيه زياده في التصنيع المحلي، او من خلال غرف العمليات الكبسولات الجاهزه، او بعض الاجراءات بداوا في تجميع وحدات الاشعه المختلفه باختلاف انواعها، طبعا بخلاف المصانع السرنجات ذاتيه التدمير وكثير، وعربات الاسعاف برضو بتاع عربات سيادتك هيبتدوا عشان بدل ما نستورد يبقى عندنا اكتر من مجال ان احنا نصنع بيه عربات الاسعاف. المنظمات الدولية فندم بتشتغل معانا طبعا من خلال كل الهيئات التابعة للأمم المتحدة، هم هنا واخدين الجناح علشان ممثلين لكل الجهات المعنية بالأمم المتحدة، وبنشتغل معاهم في مبادرات كتيرة جدا، سواء في برنامج أسرة أو برامج الخاصة بالتنمية تنمية الأسرة في مصر، أو البرامج الخاصة بالتدريب والتأهيل للكوادر الصحية، أو من خلال وحدات الرعاية الأساسية. يعني الحقيقة تواجدهم معنا متميز جدا من خلال كل الجهات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. شكرا. المبادرة اللي أطلقت يوم 17/9 وسميناها بداية زي ما سيادتك صدقت لنا عليها، احنا عدد الخدمات المقدمة لحد دلوقتي حوالي 55 مليون خدمة، سواء من خلال خدمات للمرأة أو ندوات توعوية أو خدمات شبابية ورياضية أو توزيع بطاقات تكافل وكرامة على مكانهم. وزارة العدل راحت معانا فتحت أماكن توثيق في كل محافظات مصر، بدل ما كان بيتحمل المواطن أعباء أنه هو ينتقل إلى بعض المحافظات، لكن قوافل طبية في كل مكان. أيضا الشركات الخاصة بالتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيات الصغر، خدمات صحية في كل، سواء خدمات متنقلة أو من خلال الوحدات الصحية أو من خلال أيضا المستشفيات، مواد غذائية موجودين في كل الأماكن. اشتغل معنا 9800 سفراء، فتحنا على موقع إلكتروني، تقدم ناس دخلوا معنا من الشباب اشتغلوا لحد النهاردة محققين نجاحات كبيرة جدا. احنا بدأنا بقالنا 38 يوم وشغالين في 27 محافظة، والحقيقة في تعاون كامل من كافة زمايلي المحافظين وكافة القطاعات التنفيذية في على مستوى المحافظات. ده جناح الوزارة ستة، كنت صدقت لنا على المشروع القومي للمدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية كأكبر نموذج، هيتعمل إن شاء الله في مصر من حوالي 4300 سرير في المنطقة اللي سيادتك اخترتها بنفسك في طريق العين السخنة أمام منطقة العاصمة الإدارية الجديدة، مكونة من 18 معهد طبي متكامل في كل التخصصات الطبية. سيادتك المدينة الطبية بتمثل جزء رئيسي طبعا في خطة الوزارة لتطوير الخدمات الصحية، وبتكون أو بتعتمد أساسا على تطوير السعة السريرية، عدد الأسرة اللي بتخدم المرضى. فمن خلال 18 معهد ومركز طبي ومستشفى تعليمي بتوفر 4300 سرير، بخلاف اكشوالي منطقة للريهابليتيشن والويلنس فيها 900 سرير إضافية، وعلشان كلهم مدعومين بمناطق مراكز للأشعة والتحاليل بتحتوي أحدث الأجهزة وأحدث المعدات الطبية. أيضا بتطور الخدمات الطبية على مستوى تأهيل الأطباء والكوادر الفنية من خلال منطقة فيها جامعة وكلية تكنولوجية ومعاهد تدريب، مدعومة بمراكز أيضا للمؤتمرات ومعامل أبحاث، بتستطيع تخريج حوالي 4000 طبيب وكادر طبي على مستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا. أيضا المنطقة كلها لأنها تحوي حوالي 23 ألف عامل بيعملوا في المستشفى وفي المعهد، ففيها أيضا منطقة سكنية لخدمة كل هذه المنطقة، بالإضافة لمنطقة استثمارية وفندق. طبعا مركز بهذا الحجم هيبقى واحد من أكبر المراكز العلاجية والخدمات الصحية في العالم العربي، كمان هيجذب الكثير من السياحة العلاجية اللي بتتوافق مع خطة الدولة في هذا المجال. شكرا فندم.